السلام عليكم، مرحبا بكم اليوم معايا في واحد فيديو جديد. اليوم غادي نقدم لكم واحد المسمنات عاملين بالكفته والشعريه الصينيه، كيجيو زوينين. خليكم معايا نبداو بالمقادير. عندنا هنايا جوج سلايف ديال الدقيق الابيض، ما يعادل 500 غرام ديال الطحين. عندنا واحد الخنيشه ديال الخماره، ملحه حسب الذوق، ملعقه ديال سنيده، والماء الكافي باش نجمعوا هاد العجينه. كما كتشوفوا عجينه عاديه، يعني ديال المسمن، اي واحد راه كيعرف عجينه المسمن. كتخليها شويه كتكون مرخيه، ما تكونش قاصحه، عطيها من الاول الماء باش كتجيك ساهله في الدلك ديالها، كتحتاجش كاع الدلك بزاف. صافي كتحسب العجينه راه تجمعات، صافي كتخليها كترتاح، كتغطيها كتخليها ترتاح، عاد نرجعوا ليها ونقطعوها قريصات صغار كيف ما غادي تشوفوا معايا، يعني واحد ربع ساعة هكا تقريبا، عندها ولا 20 دقيقة هكا بحال هكاك ديال باش ترتاح العجينة الوقت الكافي ديالها. صافي كناخدو كيف ما كتشوفوا العجينة، كدينا بالزيت شوية زيت، كنديرو على شكل طولي. أنا قطعتها هكا بهاد القطعة، كتجي ساهلة، كتربح حتى الوقت كتربح. كل تقطيعها كديري فيها جوج ديال، تعطيك جوج ديال المسمنات، يعني تقريبا بحال هكدا 500 غرام ديال الطحين كتعطيك 21 تقريبا ديال 20 مسمنة كتعطيك في المجموع ديالها. هنا الحشوه ما صورتهاش من الاول، ما بغيت نطول الفيديو، كنحاول نختصر في الفيديوهات باش ما يجيوكمش مملين. هنايا شحلت البصله حتى ذابت، زدت عليها كفته ديال الدجاج حتى طابت، درت لها العطريه المعتاده، وزدت عليها الشعريه الصينيه. هنا غادي نبداو نقرصو كيف ما كتشوفوا، العجينه طالقه موجوده، يعني ما تعذبك ما حتى شي حاجه. كتقرصيها هكذا بالزيت حتى كيبقى يبان لك سطح العمل، كتقرصيها رقيقه، كتحاولي انه الطحين ما يتقطعش لك. بالحق كيكون معجونه العجينه مزيانه ومرتاحه، ما عندكمش تخافي. كيف ما كتشوفوا انت انا رجعتها رقيقه حتى كتبان لك الرخامه في وسط منها. صافي كيف ما كتشوفوا كندير الحشو ديالي، وكنزيد على الفرماج مربع ديال ساندويتش، وكنسدها على هذه الطريقه بحال السيكار المعتاد اللي عندنا. وبهذه الطريقه هذه حتى كنكملوا جميع الكريسات اللي عندنا. من بعد ما كنكملوا دوك المسمنات ديالنا، كندهنهم هكذا بالصفار ديال البيض، كندير معاه قطرات ديال صوص الصوجا وكندهنهم، وكنكون سخنت الفران مزيان من الفوق ومن التحت، كيجيوني ثاني حتى في الطياب ديالهم، وكيجيو محمرين من جميع الجوانب.
وهكذا السيمينات ديالنا ما وجدوا، خليتهم حتى طابوا ودرت عليهم الفرماج والمعدنوس ورجعتهم الفران داب داك الفرماج. كنتمنى يعجبكم الفيديو، وإلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله.